ثلاثة قنوات المحروسة. تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن، وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة مع العلم والعلماء وبرنامجكم علماء من بلدي. ضيفنا النهاردة أعزائي المشاهدين دكتور محمد زكي خضر، الأستاذ المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية لعام 2015 ونقطة الامتياز من الطبقة الأولى من السيد رئيس الجمهورية في عيد العلم 2017. دكتور محمد خضر حصل على بكالوريوس العلوم جامعة طنطا في علم الجيولوجيا عام 1997، الماجستير من نفس الجامعة في مجال المعادن والصخور 2004، أما الدكتوراه فكانت من اليابان 2010. دكتور محمد خضر نشر أكثر من 25 بحث دولي في أكبر المجلات الدولية علم المعادن والخامات والصخور، بالإضافة لإسهاماته ومشاركته في المؤتمرات في العديد من دول العالم. شارك في مشاريع بحثية دولية بين مصر واليابان وعمان، أمريكا، أستراليا، النمسا، الهند وإيران. دكتور محمد خضر محكم للعديد من الأبحاث في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالي، له عدد من الكتب بالإنجليزية، إضافة إلى عضويته في العديد من الجمعيات الأكاديمية والمهنية المصرية واليابانية والدولية أيضا.
بالإضافة لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية عام 2015 ونوت الامتياز من الطبقة الأولى في عيد العلم 2017، حصل على جائزة النشر العلمي الدولي من جامعة كفر الشيخ 7 سنوات متتالية من 2011 وحتى 2017. معكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة دكتور محمد خضر رئيس الفريق البحثي للجيولوجيا التطبيقية جامعة كفر الشيخ، الأستاذ المساعد لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذ هالة، برحب بحضرتك وبرحب بالقناة والبرنامج، وبشكرك على إتاحة الفرصة أن أكون مع السادة المشاهدين. إحنا اللي بنشكر حضرتك لأنك جيت من كفر الشيخ مخصوص. شكرا لحضرتك. ربنا يبارك. يعني خلينا نتكلم على البدايات، ودايما بنحب نتكلم على البدايات لأنه بيبقى فيها التفوق من البداية، بيبقى واضح النبوغ من البداية. فخلينا نتكلم على هذه العوامل اللي أدت للتفوق واختيار دكتور محمد كلية العلوم بالتحديد والقسم يعني الخاص بحضرتك، يعني البدايات والعوامل المؤثرة سواء إذا كانوا شخصيات أو نابع شخصي منك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا اختياري لكلية العلوم كان عن طريق شخصية أثرت فيها وأنا في الثانوية العامة. كانت المدرسة اللي بتديني كيمياء كانت الأستاذة تيسير، وكنت منبهر بيها بصورة يعني رائعة جدا، لأنها كانت بتشرح المادة بطريقة ممتازة جدا جدا جدا، متمكنة من مادة الكيمياء، وأنا كنت أحب الكيمياء جدا جدا. فسألت، قالوا الدكتورة الأستاذة تيسير خريجة كلية العلوم قسم الكيمياء، وبالتالي كان عندي رغبة في الثانوية العامة أن ألتحق بكلية العلوم وأدخل قسم الكيمياء. فطبعا أنا من محافظة البحيرة، فأقرب كلية علوم ليا كلية علوم جامعة الإسكندرية، لكن طبعا التنسيق ما جابنيش جامعة الإسكندرية، فالتحقت بكلية العلوم جامعة طنطا. فلما التحقت بكلية العلوم جامعة طنطا كان هدفي أن أدخل قسم الكيمستري، قسم الكيمياء. ولكن في هذا التوقيت اللي هو 1993 كان النظام أن بيأخذوا بالتقدير بالمجموع الكلي وليس بمجموع مادة الكيمياء اللي امتحنتها في الثانوية العامة. لو أخذوا بالمجموع بتاع مادة الكيمياء اللي أخذت بها الثانوية العامة أنا كنت مقفل في الكيمياء، فكنت هدخل القسم، لكن ما أخذوش بالمجموع بتاع مادة الكيمياء، أخذوا بالمجموع الكلي، فبالتالي ما دخلتش القسم اللي كنت بحبه اللي هو الكيمياء. فسألت أقرب قسم للكيمياء إيه؟ قالوا قسم الجيولوجي، لأن معظم المواد قريب من الكيمياء. ثانيا مجالاته إيه؟ قالوا هتشتغل في شركات بترول، وبالتالي قلت خلاص أدخل في قسم الجيولوجي، فالتحقت بقسم الجيولوجي 1993 جامعة طنطا. طيب يعني التحاق ده يعني ممكن يخليني طالب عادي، يعني تمام بحب الكلية بدرس فيها، لكن التفوق والنبوغ والتعيين دكتور محمد معيد، ثم يعني طريق البحث بدأوا من البداية البحث العلمي طبعا، فيعني ده كان هدف بقى انه لا انا خلاص دخلت كلية اللي انا بحبها فلازم ابقى فيها كمان متفوق ومن الاوائل. صح. هو طبعا دي رسالة أنا بعتها للشباب. أنا طبعا دخلت الكلية كنت بحبها كلية العلوم، لأنها كانت وما زالت وستظل كلية العلماء،
يكفيها يعني شرفا ان طلع منها الدكتور مصطفى مشرفه، طلع منها الدكتوره سميره موسى، طلع منها الدكتور رحمه زويل. الله عليه الدكتور احمد زويل، فيها اللي ربنا يديله الصحه الدكتور فاروق الباز، علماء مصر، دكتور مصطفى السيد، علماء عظماء يعني تقوم عليهم الاثار العلميه في الولايات المتحده الامريكيه وفي جميع دول العالم، خريجين لكليه العلوم. فانا دخلت كليه العلوم عن اقتناع، ولكني ما دخلتش القسم اللي انا كنت بحبه اللي هو قسم الكيمياء. ورغم كده لما دخلت قسم الجيولوجيا كان قدامي هدف ان انا اتفوق وان انا اتعين معيد في قسم الجيولوجيا. ودي بقولها بقى للشباب ان لازم يبقى لك هدف وتسعى لتحقيق هذا الهدف. فكان من اول يوم هدفي ان انا اتعين معيد في قسم الجيولوجيا كليه العلوم جامعه طنطا. هو اي نعم انا ما تعينتش معيد في كليه العلوم جامعه طنطا طبعا لاني طلعت التقدير العام جيد جدا من مرتبه الشرف، بس كنت الترتيب الثاني بحاجه بسيطه جدا يعني. يعني كان مش مثلا نقول 1%، لا ده 1 من 10%، واخبر حضرتك عملت ايه. ولكن ديت ما يعني الانسان ما يأس يعني، ما فيش يأس يعني. انا الحمد لله كان تقدير عالي، فقلت ابحث عن عمل يعني مش نهايه المطاف ان انا ما تعينتش معيد في كليه العلوم جامعه طنطا، مش نهايه المطاف. قلت ابحث عن عمل، فابتديت في رحله البحث عن عمل الى ان اتعينت في هيئه المساحه الجيولوجيه اللي هي حاليا تسمى هيئه الثروه المعدنيه. اتعينت فيها سنة 1998، اشتغلت فيها سنة واحدة اللي هي لحد 1999، وكنت شغال في مشروع الساحل الشمالي بنقب على الطفلة اللي بتدخل في صناعة الأسمنت. بعد كده عشان أنا كنت عاوز أستمر في الجامعة سجلت تمهيدي ماجستير عشان أسجل وقتني في الدراسات العليا، أخذ ماجستير ثم الدكتوراه، رغم ان انا كنت شغال في هيئه المساحه الجيولوجيه وهي مش كادر علمي يعني. نزل اعلان في الجرايد عاوزين باحثين للمركز القومي للبحوث، فقلت اقدم فيه. وفي نفس الوقت نزل اعلان في المركز البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه بتاع حلوان، قلت اقدم فيه يعني اخد بكل الاسباب. وفي نفس الوقت نزل في الجامعه فقلت اقدم. فالمفاجأة بقى والله زي ما بقول لحضرتك ان جات لي التعيينات في جميع الوقت، يعني الاربع تعيينات جم. طب دي مشكلة وقت. اكبر لانك الحيرة والاختيار وانك تاخد قرار، ده موضوع صعب طبعًا. جدا. يعني انا جالي تعيين في المركز القومي للبحوث، وجالي تعيين في المركز البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وكنت وجالي تعيين في الجامعه، وجالي تعيين ايضا في الهيئه العامه للبترول، وكنت اصلا جيولوجي. والله زي ما بقول لحضرتك وكنت جيولوجي في هيئه المساحه الجيولوجيه. فانا بقول بقى رساله للشباب، ما تيأس يعني انا بقول للشباب ما تيأس، مش نهايه المطاف ان انت ليك هدف وما حققتوش، لا. اسعى تاني واخد بالاسباب، وزي ما في يعني باللغه الانجليزيه دونت جيف اب، ما تستسلمش. فطبعا انا عشان كنت هدفي ان انا ابقى في الجامعه، فكان الاختيار ان انا اذهب للجامعه مباشره، فطبعا ما رضيتش استلم في المراكز الاخرى واتعينت في الجامعه معيد سنه 1999. طيب الدكتور محمد زي ما قال كده ان هو كان سجل تمهيدي ماجستير يعني قبل ما اتعين. فبالتالي يعني مهم بقى ان احنا نعرف الماجستير كان موضوع عن ايه، الدكتوراه كانت عن ايه، الاثنين من نفس الجامعه. ايوه، لا الماجستير من جامعه طنطا، لكن الدكتوراه من اليابان. من اليابان. انا تعينت معيد، لما تعينت معيد كنت خدت التمهيدي اصلا، فبالتالي ما ضيعتش وقت. ولذلك انا بقول للطالب المجتهد يعني ما تضيعش وقتك وما تضيعش عمرك، كل ما تبقى صغير كل ما التحصيل العلمي بيبقى سهل، كل ما تكبر في السن خلاص. لا مش خلاص برضو، عشان يعني اللي عنده هدف وعنده امل يحاول يعني طول الوقت، مفيش حاجه اسمها خلاص. صح، بس يعني كل ما يبدا وهو صغير يبقى افضل يعني أبدأ. يعني ولكن أنا حضرتك ولكن طبعاً. خلينا نقول انه كل واحد عنده هدف وامل يحاول يحققه مهما كان، طول ما هو عايش وفي نفس. صح، يحاول. بس حضرتك مثلا لما يبدا في العشرينات غير لما يبدا في الخمسينات، انا قصدي كده يعني. خلاص يا دكتور بقى، خلاص عدي يعني الموضوع ده عشان ما نحبطش بعض الناس يعني. طبعا. فبالتالي يعني خدت التمهيدي، خدت الماجستير. موضوع كان عن ايه؟ الموضوع في الماجستير كان عن جيولوجية منطقة اسمها وادي عرايس في جنوب الصحراء الشرقية. ودي سجلته مع أستاذي العالم الجليل ربنا يديله الصحة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد غنيم، دي أستاذ متفرغ في كلية العلوم قسم الجيولوجيا جامعة طنطا،
والدكتور المتولي لبده أستاذ مساعد في كلية العلوم جامعة كفر الشيخ. وكانت الدراسة حول جيولوجية المنطقة دي، كنا عاوزين نشوف إيه الصخور اللي فيها، إيه الخامات اللي فيها، إيه المعادن الهامة اللي فيها. وحصلت على الماجستير 2004 في شهر 5 2004. طيب بعد كده كان في رحلة مع اليابان طبعا. يعني الرحلة دي احنا لازم نعرفها بالتفصيل، لانها رحلة بدأت بدراسة الدكتوراه لكن استمرت بعد كده وبقى دكتور محمد استاذ، بقى مش طالب. نتكلم على رحلة اليابان بطولها وكمان كل مرحلة وكل محطة استفدت ايه. طبعا هي مرحلة اليابان، انا لما حصلت على الماجستير 2004 كان قدامي هدف، وانا بدي رساله ببعتها للشباب برضو، لازم يبقى لك هدف. انا كان قدامي هدف ان اسافر. وفي يعني حاجه ظريفه كده اقول لحضرتك، انا لما رحت اخطب زوجتي رحت لوالد زوجتي فقلت له انا لسه شاب في بدايه حياتي، معيد، مرتب صغير جدا، ما عنديش شقه، يعني ما فيش، يعني مش شاب يعني مكتمل الظروف، لكن انا عندي طموح وعندي امل ان انا اسافر واخد دكتوراه من الخارج واسافر بعثه، ودي بتفتح مجالات كتيره جدا يعني سواء كان ماديا او علميا. فلما اخذت الماجستير 2004 كان قدامي هدف ان اسافر، لكن كان في عقبه. ايه هي العقبه؟ عشان اسافر لابد ان انا يا اما هسافر عن طريق المراسلات، ان اراسل استاذ اجنبي ويجيب لي هو الفند من عنده الفلوس يعني، او ان انا استنظر بعثه من الدوله، والدوله هي بتصرف علينا. لكن الدوله كان لها شروط، ان عشان تسافر لابد تحصل على سكور عالي في الطفل اللي هو مستوى معين في اللغه الانجليزيه، وكان 550، وكان صعب جدا يعني من الصعوبه ان حد ياخده يعني بسهوله يعني. فالناس كلها قالت لا ده انت مش هتعرف تاخده وهتغيب. وطبعا كنا بنمتحن في الاميديست في القاهره، وكان الامتحان المصاريف بتاعته حوالي 800 جنيه في الوقت دي سنه 2004، مبلغ كبير. فطبعا الناس قالت لا مش هتعرف تاخده. فانا كان قدامي نموذج دخل مرتين او ثلاث مرات ونجح فيه، قلت انا مش اقل منه في حاجه، انا هدخل وهصمم ان انا اخد الطفل واسافر واخد بعثه واسافر. دخلت كذا مره لم اوفق، الى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد في مره من المرات وفقت. طبعا انا ما اخبيش عليك ان انا مثلا في مرتين ثلاثه كده وبعدين انا يأست بقى وقلت مصاريف فالفضل بقى لزوجتي، هي دكتوره في الجامعه ايضا. يعني كنت اتجوزت بقى؟ طبعا انا اتجوزت سنه 2001 وكان معايا بنت يعني. فطبعا مصاريف يعني مصاريف البيت. بيت فدي بقى تيجي دور الزوجه بقى صراحه يعني. فانا زوجتي الدكتوره فريده ابراهيم رمضان انا بحييها ان هي قالت لي فعلا لا مفيش استسلام، احنا لو هنبيع يعني ايه يعني، هي قالت لي انا هبيع المصاغ بتاعي يعني، وفعلا بعد بعض من المصاغ بتاعها وصممت ان انا اكمل في مشروع الطفل لحد ما اخده واخدت الطفل الحمد لله. وبالتالي فتح بقى ليا مجالات ان انا اقدر اسافر. فسبحان الله برضو بعثه من الدوله. بعثه من الدوله. بس قبل ما تجيلي البعثه بقى حضرتك كنت بحاول برضو. فدايما المحاولات سبحان الله، انا جات لي في نفس الوقت برضو نفس النظام التعيين، والله زي ما بقول لحضرتك يا استاذ، جالي نفس الوقت منحه لليونان ومنحه للمكسيك والبعثه. فطبعا لما تقارن حضرتك منح البعثه كانت لليابان، البعثه بتبقى افضل طبعا. المنحه بتبقى برضك مرتباتها مش قد كده، مش عاليه يعني، البعثه بتكون افضل. فجت للبعثه، بس لما جت للبعثه حضرتك خيرت ما بين ثلاث دول اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وكندا واليابان. فطبعا انا كنت في حيره برضو انت على طول يعني اي والله يعني انا يعني الثلاثه المنح وقلت خلاص البعثه طبعا انا شخصيا لو منك انهار يعني ما اقدرش يعني هختار ايه في الحاجات دي. انا ده بقى الولايات المتحده الامريكيه يعني اليابان كندا، الثلاثه مش عارف استشير الناس، فالناس يقولوا الناس يقول لي امريكا وناس تقول لي كندا وناس تقول لي اليابان، فانا كنت في حيره في امن. لكن في بعض الناس قالت لي امريكا مشدده شويه، لان كنا برضو 2004 انا سافرت 2006 بس كان في احداث 11 سبتمبر فكانت العمليه صعبه شويه في الولايات المتحده الامريكيه، في يعني تشديد شويه على المسلمين ايام 11 سبتمبر حضرتك شفت يعني، وكانت بعثات وقفت ياما وكلام من ديت، فخفت ان انا اسافر امريكا.
فكان الصراع ما بين كندا واليابان، انا كنت في الصراع فعلا ان انا اسافر كندا ولا اليابان. فناس يعني ما قالت لي اليابان يعني فيها نوع من الحريه ونوع من الامان والفيزا بتاعتها بتطلع بسرعه، وانا بقى كنت وصلت بقى لمرحله انا خلصت الماجستير 2004 عايز اسافر فخلاص مين اللي هتخلص بسرعه؟ اليابان، هتاخد الفيزا 3 ايام. قلت خلاص اتكل على الله اسافر اليابان. فسافرت اليابان جامعه كانازاوا غرب اليابان. يعني أنا قلت مشوار اليابان مشوار طويل، الحكاية أصلا للسفر اليابان كان حكاية طويلة. بس خلينا بقى نتكلم على الدراسة بقى هناك ورسالة الدكتوراه واختيارك للموضوع. موضوع كان إيه؟ موضوع الدكتوراه هو طبعا أنا لما جيت أراسل الأستاذ الأجنبي والناس الأجانب دولت دايما بيبقى عندهم النوع من الصراحة ومن الصدق، هو قال أنت عاوز تشتغل على منطقة في مصر ولا في اليابان؟ فانا قلت له انا صراحه مش عارف ايه الافضل، فقال لي الافضل تشتغل على منطقه في مصر عشان تفيد بلدك لان بلدك هي اللي تفعلك الفلوس. فقلت له بس عشان انزل واجيب العينات، لان انا عشان اشتغل على مصر لازم انزل الجبال ونجيب قطع من الصخور ومن المعادن ومن الخامات واخدها واطلع بيها اليابان عشان ابتدي بقى اشتغل عليه. عشان انزل في الوقت دي كان عاملها صعبه شويه ومكلفه برضه، وعشان اطلع بيها برضو في تصاريح ولازم نروح نجيب من كذا جهه ان المعادن دهيت والخامات دهيت ليست لها اهميه اقتصاديه او اهميه اثريه. وطبعا يعني ساعتها بقى انا كنت في فعلا وصلت بقى المحطه ان انا عاوز اسافر فانا قلت له لا انا خلاص هشتغل على منطقه في اليابان. ودي فعلا كانت غلطه، وانا بنصح بيها اي شاب ان انت لو هتسافر حاول تعمل التوبيك بتاعك الموضوع بتاعك على مصر عشان يعني تستفيد، وبعدين انت كده كده هترجع يكون عندك بقى خلاص الاستفاده الاكتر وتفيد البلد اللي انت تشتغل على موضوع مصر، تلاقي حاجه موضوع تشتغله هنا في البلد. يعني فانا قلت له خلاص انا يعني مش هيبقى صعب، فانا هشتغل عندك في اليابان. فاشتغلت على انواع من الصخور في اليابان بس ايه تكون قريبه من مصر بحيث ان انا لما ادرسها هناك واتقنها اعرف بقى اقارن في مصر وتنفع في مصر، واعرف بناء على السيستم دي اشتغل على الصخور بتاعت ايه بتاعت مصر. فاشتغلت على منطقه في غرب اليابان اسمها هابو، واشتغلت على صخور اسمها صخور البروتايت. وعشان نبسط للساده المشاهدين، صخور البروتايت ديت بتتكون في الوشاح بتاع الارض. الارض يا استاذه هاله بتتكون من ثلاث طبقات زي البيضه بالظبط، يعني هي مش زي البيضه ان هي يعني هي بنقوله ان بتتكون من ثلاث طبقات زي القش والبياض والصفار. وسبحان الله السمك برضك في الارض ماشي مع السمك هنا، يعني مثلا اقل حاجه في البيضه الايه القشره، هنا برضك اقل سمك في الارض اللي هي القشره بنسموها القشره برضك. يجي البياض مثلا بتاع البيضه بنسموه احنا عندنا الوشاح او المنتل، وان كان يكون برضك السمك هنا هنا متوسط البياض بيبقى هنا المتوسط. الكور بقى او الصفار اللي هو اكبر حاجه في البيضه هو عندنا برضك الكور او اللب اكبر حاجه في الايه في الارض. فانا اشتغلت بقى على صخور الوشاح او المنتل البروفايل. الصوره دي كانت في اليابان؟ ايوه ديت دي منطقه هابو اللي انا اشتغلت عليها. طبعا السلوك كانت مغطيه الجبال اهيت، وكنا بنجمع بقى من المنطقه ديت. وديت طبعا الفريق كان معايا كانت دي من فرنسا اسمها ماري، ودي احد الزملاء اليابانيين، وكان استاذي الياباني برضو معايا في الرحله ديت، وجمعنا العينات من هذه الصخور. الصخور دي يا استاذه هاله بقى بتيجي من على عمق يتراوح من 100 من 10 كيلو حفر في باطن الارض لحد مثلا 600 كيلو. 600 كيلو مش 600 متر. فطبعا عشان حاجه تطلع احنا اكتر حفر وصلوا له اللي هو مثلا 11 كيلو، ما قدرناش نحفر اكتر من 11 كيلو، لكن ديت على اعماق كبير. فبتطلع لنا بقى عن طريق البراكين او بتطلع عن طريق حاجه اسمها الشروخ في الارض كده، فطلع لنا جبال كبيره جدا من الصخور اللي جايه من الاعماق دي. طبعا اهميه هذه الصخور عشان هي بتتكون في الاعماق، فبتتكون تحت ضغط عالي وحراره عاليه، وبالتالي المعادن اللي موجوده فيها والخامات اللي موجوده فيها هي معادن وخامات تتكون في درجه الحراره عاليه والضغط العالي. ويتيجي بقى اهميه هذه المعادن. انا مثلا عاوز اصنع قلب لمفاعل نووي، يبقى لازم اصنعه من سبيكه تتحمل الحراره العاليه والضغط العالي. يبقى اجيبها منين بقى؟ من صخور الوشاح اللي بقول لحضرتك عليها دي. ده انا مثلا عاوز اصنع صاروخ، او عاوز اصنع طيران، او عاوز اصنع غواصه
الغواصات النووية أو الغواصات العادية اللي هتنزل في الأعماق، بيبقى تحت مثلا البحر مثلا ممكن تصل لعمق قد إيه حضرتك؟ 11 كيلو عمق في بعض الأماكن. طب يعني الدكتور الياباني فكر إنه لازم الموضوع أو الصخور والمعادن يتم دراستها تكون من مصر، لكن أنا دلوقتي لازم أفكر برضو في الصخور والمعادن اللي موجودة بقى في مصر، يعني موجودة بأي كمية، الاستفادة منها ممكن يكون شكله إيه، يعني الناحية التطبيقية، وخصوصا أنه دكتور محمد خضر رئيس الفريق البحثي للجيولوجيا التطبيقية بجامعة كفر الشيخ، فإحنا ورانا كلام كتير إذا كان على اليابان والأبحاث الخاصة بالدكتور محمد، بس أنا عايزة النقطة دي، لأنه طب يعني ده دكتور ياباني فكر فيها، إحنا لازم نتكلم عنها في البداية كده من البدايات، ونتكلم على التطبيق، نتكلم على وجود المعادن عندنا. صح. بأي كمية ومتوفرة ولا لأ، ونعمل بها إيه؟ طبعا هو طبعا الأستاذ الياباني برضو يعني هو اسم البروفيسور الياباني دي اسمه شوجي أراي، يعني الراجل دي يعني أنا يعني أثر في حياتي تأثير يعني مش ممكن أنساه. هو لما اختار لي كمان المنطقة، اختار لي الصخور اللي هي قريب من الصخور في مصر أو هي موجودة في مصر أصلا، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي أنا لما شفت الخامات اللي هناك حضرتك، فكانت الخامات دي معظمها موجود في مصر زي الكروماتايت والحديد وبالتالي لما درستها هناك في اليابان جت افادتني بقى هنا في مصر. يعني انا حاليا دلوقتي معظم ابحاثي عن الكروماتايت اللي انا درسته برضه في اليابان، عن الحديد، خامات الحديد اللي انا شفتها في اليابان ودرستها في اليابان، ومش كده وبس، ده بعد كده بعد ما خدت الدكتوراه بقى اشتركت معاه في الفريق البحثي وابتدينا ندرس الخامات اللي في عمان، واللي في عمان بقى قريب من مصر خالص، ودي فادتني بقى جامد جدا. يعني ديت ايه اللي هي مرحله ما بعد الدكتوراه، بس احنا دلوقتي بنتكلم في مرحله الدكتوراه، ان انا ابتديت بقى ادرس الصخور والخامات اللي هي قريب من اللي في مصر او بمعنى اصح زي اللي في مصر. واستخدمت بقى الاساليب العلميه الحديثه كلها، دربت عليها هناك، اشتغلت على احدث الاجهزه هناك، سواء كان حاجه اسمها الاي بي ام اي الكترون بروب مايكرو انلايزر، الليزر ابليشن اي سي دي ماس، الاكس ار اف، الاكس ار دي، كل ديت اجهزه حديثه مش موجوده الا في الدول المتقدمه زي اليابان. وبالتالي خدت بقى يعني خبره معمليه كبيره جدا في التعرف على المعادن والتعرف على الخامات. الخبره المعمليه ادت للعديد من الابحاث، وبالتالي حصل دكتور محمد على جائزه الدوله التشجيعيه بعد تقديمه لمجموعه من الابحاث، وطبعا اكيد هي من الاهميه حضرتك تحصل من خلالها على الجائزه. اهم هذه الابحاث. انا قبل ما ادخل النقطه دي عاوز برضك اقول حاجه في رحله الدكتوراه برضك عشان ندي رساله للشباب. انا لما سافرت اليابان حضرتك يمكن يكون اول اسبوع كنت عاوز اتصل بالمستشار الثقافي واقول له نزلنا مصر. لان انا رايح لغه غير اللغه، معظمهم بيتكلم لغه يابانيه، انا بتعامل في المعمل اي نعم باللغه الانجليزيه. المستوى هناك يعني فرق السماء والارض زي ما بيقولوا، ده بنا وسط الطلبه دي ازاي؟ كان مستواه يعني ضعيف جدا بالنسبه لهم. اول ما روحت يعني زمايلي اللي بيدرسوا دكتوراه هناك من اليابان او من دول اخرى متفوقين عني، فطبعا يعني خلاص انا احبط. لكن دي رساله ثانيه للشباب برضك لا تيأس. يعني انا قلت يصبر شويه وخد اسبوع يعني فكر فيه. ابتديت برضك زميلي اليمني اسمه دكتور مراد، كان من اليمن افتكره بكل خير، ابتدى برضك يفتح لي حاجات ويقول لي يعني اللي انت عاوز تعرفه انا هقول لك عليه كلام من ديت. بعد سنه او سنتين كان مستواي زي الطالب الياباني اللي بيدرس دكتوراه، بيسموه هناك طالب لان بيدرس دكتوراه بيسموه طالب. تخيل حضرتك انا كنت عشان اتخرج واخد دكتوراه كان لابد ان انشر بحث دولي في مجله عاليه الامباكت فاكتور، يعني لها تاثير، مجال تاثير عالي. يعني اليابانيين كان في ناس ما بتقدرش تتخرج عشان مش عارفين ينشروا البحث. انا الحمد لله خدت الدكتوراه وانا ناشر 3 ابحاث دوليه في اعلى المجلات. يعني انا بعد سنتين او بقيت زي الياباني، السنه الثالثه تفوقت عليهم، السنه الرابعه خلاص يعني. وبالتالي بقول للطالب المصري انت ما تيأسي وروح يعني واصبر بس انت شويه، عندك المقومات بس محتاج بس شغل على محتاج نفسك، محتاج سيستم وشغل وانت بس. يعني هتتفوق لانه عندك المقومات والمهارات طبعًا اللي تخليك طبعًا تتفوق طبعا. يعني طيب ايه الثلاث ابحاث
لا يعني اللي نشرتهم انا نشرت الثلاث ابحاث عايزين نعرف. في مجلات كبيره جدا، مجله اسمها الكونتريبيوشنز، حتى من الاسم بتاعها كونتريبيوشنز اسهامات، ما بتنشرش الا اذا كان الحاجه بتؤدي لاسهام يعني. فكانت طبعا ديت برضو كانت على الخام بتاع الكروماتات والحديد برضو اللي انا اشتغلت بقى عليه وخدت عليه جائزه الدوله يعني. فدولت الثلاث ابحاث دولت اللي فتحوا لي بقى المجال حضرتك، لان انا لما نشرت ثلاث ابحاث حضرتك الاستاذ اداني بوزيشن في الجامعه، اصبحت استاذ في الجامعه بعد ما اخدت الدكتوراه. يعني انا اخدت الدكتوراه 2010، جيت مصر عملت معادله وتعينت مدرس في الجامعه، جامعه كفر الشيخ كليه العلوم، والاستاذ قال لا الفند موجود وتيجي بقى وتشتغل معانا، الجامعه الكنزاوي في اليابان هتديك فلوس وتقعد بقى تبقى كانك استاذ بقى يعني تشتغل بقى معانا ايه ابحاث. وابتديت بقى في الفتره ديت اشتغل معاه في مشروع عن الخامات والمعادن في عمان، وهو اختار لي عمان وانا اخترت برضك عمان في الوقت دي، لان جيولوجيه عمان وصخور عمان زينا زي مصر. ودي بقى اللي فتحت لي ازاي افهم بقى جيولوجيه مصر والخامات اللي في مصر. طب احنا عايزين نفهم جيولوجيه مصر. ما انا بقى بقول لحضرتك بقى انا بقى في فتره يعني يعني احنا كده يعني متشوقين نعرف ايه الابحاث اللي حصلت على جايزه وجيولوجيه مصر والناحيه التطبيقيه، عشان نشوف، لانه يعني احنا دايما بنتكلم على موارد مصر طبعا، احنا يعني بلد غنيه جدا بالعديد من الموارد، وكان بيتقال انه مصر لا بلد زراعيه ولا صناعيه، بلد محجريه يعني بيتقال كده. فاحنا يعني خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. المعدنيه تزخر جمهوريه مصر العربيه بثروات طبيعيه هائله تشمل العديد من الرواسب المعدنية، منها ما هو سائل وغازي مثل البترول والغاز الطبيعي والغازات المصاحبة، ومنها خامات الطاقة الصلبة مثل الفحم والطفلة الزيتية والطفلات الكربونية واليورانيوم، وأيضا رواسب معدنية فلزية تشمل مجموعة المعادن والسبائك الحديدية مثل الحديد والمنجنيز والكروم والنيكل والكوبالت، ومجموعة المعادن غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم والرصاص والزنك والقصدير، ومجموعة المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين، والمعادن النادرة مثل التيتانيوم والنوبيوم والتنتاليوم. إحنا جيولوجيين. من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن. بنزرع، بنتعب، بنبني ونعلم، وكل يوم بنرفع اسم بلدنا. تعالوا نكمل، نشتغل أكتر وأكتر ونجود أكتر. مصر بتتغير بإيد كل واحد فينا. مصر بتتقدم كل يوم بينا. رجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، وزي ما قلت لكم لازم نتكلم على ثروات مصر وإزاي فعلا يبقى في استفادة قصوى بكل مورد موجود هنا. ومن خلال ابحاث دكتور محمد اكيد وصل يعني لنتائج، يا ريت تكلمنا عنها. هي جائزه الدوله التشجيعيه كانت على مجموعه ابحاث عن مصر، كنا في مشكله عن الحديد اللي هو في مناجم الواحات البحريه. طبعا احنا عارفين ان احنا صناعه الحديد قايمه على خام الحديد اللي موجود في الواحات البحريه، فكان في مشكله ان الحديد اللي موجود في الواحات البحريه في منجم الحديده وغراب ونصر، في مشكله ان هو في نسبه منجنيز عاليه.
فطبعا كانت نسبة المنجنيز العالية بتسبب مشاكل في الصناعة. فكان فكرة البحث، ودي طبعا مش أنا الواحد اللي قمت بالبحث، طبعا دي فريق بحثي وكان معايا زميلي الدكتور أحمد حسن والدكتور حسن بيومي. كان الفكرة إن احنا عاوزين نشوفهم أنهي أماكن فيها منجنيز ياما، وأنهي أماكن المنجنيز مش ياما، وبالتالي دي يعتبر خام حديد كويس جدا هيدخل في الصناعة على طول. ده بالأماكن اللي فيها منجنيز ياما المنجنيز موجود إيه؟ هل بين الحبيبات نقدر نفصله بسهولة ولا صعب الفصل؟ واخد بال حضرتك؟ فدي كان دي بحث من الابحاث. دي صوره، دي صوره ايوه للخامات بتاعه الحديد اللي هي موجوده في الواحات البحريه. وطبعا لو جابوا الصوره الثانيه دي طبعا بتبين لي انواع، دي بتبين لي الشوائب اللي كانت موجوده كانت كلها معظمها منجنيز، والمنجنيز بيبقى في صوره اوكسايدز او كربونيز. فطبعا انا مش هقول تفاصيل عشان برضك يعني ندخل في الموضوع الوقت كمان. فقسمنا الاماكن اللي هي عاليه المنجنيز، وقلنا ان ديت فيها منجنيز ياما جدا، وبالتالي هتبقى صعب ان احنا ننقيها وتدخل في الصناعه. وممكن نعمل بقى ايه تطوير فيها ازاي، ان احنا مثلا نستخدموها في صناعه حاجه اسمها الفيرو منجنيز. الفيرو منجنيز دي سبيكه احنا بنستورده بملايين الجنيهات منها من بره. فانا دلوقتي بدل ما اضيع فلوسي وفي عمليه الفصل الشوائب بتاعه المنجنيز، لا انا اخد بقى الخام اللي هو فيه منجنيز عالي واحط له شويه منجنيز تانيين واعمل منه سبيكه اسمها فيرو منجنيز، واوفر على الدوله ملايين الجنيهات ان انا بستورد بيها الفيرو منجنيز. والاماكن الاخرى اللي هي الحمد لله ما فيهاش شوائب او شوائب قليله اقول لهم دي تدخل بقى في الصناعه، وفي اماكن اخرى كان فيها شوائب قليله. ده تم تطبيقه ولا ايه؟ الابحاث دي طبعا احنا بنشروها وبتبقى متاحه بقى طبعا للتطبيق، لكن لكن هي دي ابحاث تطبيقيه على طول، لان اي شركه هتشوفها وطبعا تنشر في مجله دوليه كبيره جدا. وطبعا لا امباكت فاكتور عالي، ودي دي متاحه على النت ومتاحه لاي حد ان ياخدها ويطبق الايه الفكره. يا ريت اي حد مهتم اي حد مسؤول يبقى دول بحثين يسمع انه في يعني ابحاث هامه جدا وتوفر على الدوله فلوس كتيره، يعني التوفير ممكن طبعاً يوصل ملايين ملايين. ده دي كان واحد. طيب. النوع الثاني من الابحاث كانت متركزه على جنوب الصحراء الشرقيه في منطقه اسمها منطقه ابو ظهر ومنطقه اسمها منطقه وادي عرايس وبلم هنديت. دي لقينا فيها خام الكروماتايت اللي انا بقول لحضرتك ان انا اخذت خبره لما اشتغلت عليه بره في اليابان وفي عمان. الكروماتايت دي صخر حضرتك بيبقى فيه خام اللي هو الكرومايت، بيطلع منه خام الحديد والكروم. واخد بال حضرتك؟ بس احنا مش هنفصل الحديد عن الكروم، لا انا هاخد الاثنين مع بعض افضل. ولا ده هم انا بحب ان الاثنين يكونوا مع بعض عشان اصنع منه سبيكه اسمها الفيرو كرومايت، بنستورده برضك بملايين الجنيهات السبيكه ديت. واخد بال حضرتك؟ زي الفيرو منجنيز، زي الفيرو منجنيز. لان احنا عندنا عندنا سبائك دي احنا حضرتك بنستوردهم، لو جمعنا السبائك اللي بنستوردها بنستورده بمليارات الجنيهات سبائك. ليه؟ لان عندي فيرو منجنيز، فيرو كروم، فيرو تيتانيوم، فيرو سيليكون. يبقى برضه هتحط كروم زياده؟ لا ده هو الكروم موجود اوريدي. فباخدت اصلا مجرد بس ان انا بستكشف الاماكن، بس انا كمان قبل ما ادخلها بقى وفي صناعه الفيرو كرومايت او اطلع منها الحديد والكروم، لا ده انا كمان بشوف فيها بلاتين ولا لا. ولذلك برضك يعني لو هم جابوا الصوره في بعض الحبيبات البلاتين انا لقيتها في الكرومايت كمان. يعني معناه ان احنا عندنا بلاتين وعاوزين استكشاف بقى البلاتين. وحضرتك شوف بقى البلاتين قيمته ايه بالمقارنه بالذهب. البلاتين داخل في صناعات ازاي؟ البلاتين داخل في صناعات طبيه، الشرايح اللي بتدخل في جسم الانسان. يعني عملت الابحاث دي كان فين الاماكن، اماكن المعادن دي فين؟ الاماكن دي موجوده في زي ما قلت لحضرتك في جنوب الصحراء الشرقيه، في منطقه زي ما بقول لك منطقه عرايس ومنطقه ابو ظهر ومنطقه بلم هنديت برضك ومنطقه شلاتين. كل ديت فيها الخامات ديت، وبالتالي نشرنا عليها جائزه من بحثين او ثلاث ابحاث. ولقينا برضك في مرسى علم في حته اسمها وادي سيفين، وادي البراميه، كل ديت اماكن موجود فيها كروماتايت وفيها بلاتينم، بلاتين وعاوزه مزيد من الدراسه. واخد بال حضرتك؟ برضك مجموعه بقى من الابحاث اللي احنا شغالين بقى حاليا في الوقت الحالي، اللي هي طبعا لازم الانسان يشوف الابحاث اللي تفيد الدوله. احنا دلوقتي لقينا ان احنا كلنا متجهين ناحيه اهم معدن اللي هو حقيقي مصر، اللي هو ايه؟ اللي هو الذهب حضرتك. احنا دلوقتي عندنا فخر مصر اللي يعتبر الهرم الرابع اللي بنعتبره احنا كجيولوجيين الهرم الرابع، اللي هو منجم السكري اللي هو موجود في مرسى علم.
منجم السكري حضرتك بينتج في السنة 18 أو 15، من 15 ل 18 طن ذهب، ودي طبعا شركة مساهمة، يعني مصر بتاخد النص والجانب الاسترالي بياخد النص. بيستخرجوا الخام. احنا عندنا أماكن في جنوب الصحراء الشرقية، في شلاتين وفي مرسى علم، ممكن يبقى عندنا بدل ما منجم يعني واحد زي ما في منجم السكري، اكيد في مناجم ممكن يبقى عندنا اكتر من منجم. مزيد من الدراسه وايوه. ودي بقى حضرتك اللي هو الطالب بقى اللي انا مشرف عليه في الماجستير خليته يسجل في هذا الموضوع، ويمكن يكون في بعض العينات انا كنت جايبها السنه دي لسه، يعني عينه فيها ذهب وانا كاتب ذهب كده فيها. يعني دي صوره دي صوره، وفي صوره تانية برضو مكتوب عليها الدقه. ايوه ديت لسه ما اتنشرتش، يعني ما اقدرش برضو اقول على الاماكن، لان لازم ننشر الاول الحاجات ديت. فديت اماكن تحت الاستكشاف، دهب موجود في اماكن في جنوب الصحراء الشرقيه، ودي طالب ماجستير شغال عليه، وخدتها طبعا حللتها في اليابان لما كنت في الزياره الاخيره، لان انا كنت في اليابان لسه من شهرين ثلاثه، حللنا هذه العينات. طيب في صوره كمان حضرتك ممكن تشرح لنا. ديت برضك سلفايدز موجود في الكوارتز، ودي حامل الذهب، يعني دي سلفايدز بيبقى موجود في الكوارتز، دي حامل الذهب، فدي دليل على وجود الايه الذهب، بناخده كانديكيشن ان في هنا ذهب. فطبعا ديت برضك من الابحاث اللي احنا شغالين عليها في الوقت الحالي، وفي طالب ماجستير معايا الباشمهندس احمد ابو العزيم شغال على الذهب في جنوب الصحراء الشرقيه، واخدين من شلاتين لحد الجنوب. دكتور محمد لسه حالا بيتكلم على الذهب، بس بيقولوا انه في مشروع اسمه مشروع القرن اللي هو الرمال السوداء، ويعني احنا عارفين الذهب لكن الرمال السوداء يعني، ويبقى مشروع القرن يعني ايه؟ طبعا هو طبعا المشروع ده مشروع مهم جدا، وطبعا لانه مهم لي انا بالذات، لان احنا جامعه كفر الشيخ، وهو المشروع دي في كفر الشيخ، يعني انبنى مصنعين حاليا في كفر الشيخ. الاول الرمال السوداء حضرتك دي كنز من الكنوز اللي كانت موجوده، وللاسف احنا ما اهملنا استخدامها، لكن يحسب للدوله، يحسب للدوله ان هي انتبهت لاهميتها، وبالتالي اوقفوا اي نوع من استخدام الرمال السوداء في اعمال البناء، وكان الناس بياخدوها يبنوا بيها للاسف، وهي اصلا ثروه قوميه. انت عارف الرمال السوداء فيها ايه حضرتك؟ فيها ست معادن مهمه جدا، فيها حاجه اسمها الماجنتايت والهيماتايت والمونازايت والزيركون والروتايل والجارنت، ودولت كل معدن من المعادن دي حضرتك حاجه لوحدها، يعني دنيا لوحدها. الماجنتايت ده حضرتك اللي هو احد خامات الحديد، اللي هو فيه نسبه حديد عاليه. هتقولي ده ما احنا عندنا اللوحات البحريه، اللوحات البحريه الحديد اللي فيها اسمه هيماتايت وجوسايت، نسبه تركيز الحديد مش عالي فيه، وبالتالي بنروح نستورده الحديد بقى اللي هو الماجنتات من بره بمليارات الدولارات او ملايين الجنيه، مليارات الجنيهات، وهو موجود في الرمال السوداء. يعني احنا لما هنطلعه من الرمال السوداء هنعمله معالجات، واخد بال حضرتك؟ يعني هي رمال سوداء يعني ولا طبعا هي رمله سوداء موجوده سودة. موجوده في الساحل الشمالي، بتاخد من اول رفح لحد اسكندريه، موجوده في 11 موقع، واخد بال حضرتك؟ وطبعا تركيزها عالي جدا عند مصبات الانهار، موجوده عند مصب نهر النيل في رشيد، وموجوده بكميه كبيره في مصب نهر النيل في دمياط، وبالتالي التركيز عالي جدا في رشيد، السمك يعني في رشيد وفي دمياط، وفي عندنا بلطيف في كفر الشيخ، وبالتالي اتبنى مصنعين عندنا في كفر الشيخ عشان نفصل الصوره دي للرمال السوداء، دي للرمال السوداء اللي عندنا في كفر الشيخ. انبنى مصنعين حضرتك عشان نفصل بقى الخامات اللي هي او المعادن اللي هي يعني الثقيلة، يعني زي ما حضرتك بتقول كده الدوله تنبهت لاهميه الرمال السوداء. ايوه ووقفت بقى اعمال البناء. طبعا استخدمها في بناء ده للاسف كان بتتهرب وتنسرق، وكان تهرب لبعض الدول المجاوره. الناس عشان التوعيه، وللاسف برضك الاعلام ما كانش مسلط الضوء عليه، الناس غلابه كانت بتاخد وتبني بيها، وتبني بيها طبعا ديت فيها خطوره جدا. ليه؟ لان فيها نسبه عاليه جدا من المواد المشعه. لذلك حضرتك مثلا الناس بتروح الشواطئ ليه؟ مش في يقول لك انت لو تعبان روح للشاطئ حط نفسك في الرمل مش عارف هتصحى؟ لان في بعض الراديو اكتيف اليمنت اللي بيساعد على الانسان انه يصحى. واخد بال حضرتك؟ فهو لما يبني بالرمال دهيت ففي نسبة أشعة بتطلع منه مع اللونج ران مع الزمن الطويل، ممكن يصاب بسرطانات الجلد. واخد بال حضرتك؟ فالناس كانت غلابة بتبني يعني بالرمال السوداء دي، فطبعا دي كنز، ده غير بقى الأهمية بتاعتي، يعني أنت هتاخد رملة عادية ابني بيها. فالدولة أوقفت، لذلك ممنوع حد ياخد الرمال السوداء دلوقتي. الرمال السوداء أصبحت موجودة
ممنوع حد. المصانع بقى كمان المصنعين نشأهم العناصر هو دي. المصنعين بنوا وهيتم فصلهم او هيشتغلوا بقى في 2020، يعني يقال ان كمان سنتين ان شاء الله هيتم بقى فصل الايه المعادن ده. هنطلع منها 6 معادن اللي بقول لحضرتك عليهم دول، المغناطيط اللي بنستورده، الزيركون اللي بنستورده عشان السيراميك، لا ومش كده وبس، ده الزيركون دي فيه اليورانيوم والثوريوم، ودي عنصرين من العناصر المشعة الهامة جدا اللي هتعتبر كوقود للمفاعل النووي اللي احنا بنوه في الضبعة، واخد بال حضرتك؟ ودي يعني خامات استراتيجية، يعني الدولة مش هصدرها، لا ده دي خام استراتيجي يعني ممنوع التصدير، واخد بالك؟ بالذات للمواد المشعة. طيب يعني أنا زي ما قلت في التعريف إن دكتور محمد رئيس الفريق البحثي للجيولوجيا التطبيقية بجامعة كفر الشيخ، فأنا عايزة أتكلم على القسم ده وأهمية التطبيق. يعني إحنا طول الوقت لما بنتكلم على أبحاث ونقول الأبحاث أصلها موجودة في الأدراج لأنها بعيدة عن التطبيق عن احتياجاتنا، لكن لما يبقى فيه قسم بهذه الأهمية هو حضرتك مش قسم، ده فريق بحثي. فريق بحث. الفريق البحثي دي انا بشكر طبعا الاستاذ دكتور ماجد القمري رئيس الجامعه ان هو فكر في انشاء المجموعات البحثيه، يعني هو من فكر في انشاء هذه المجموعات وابتدى بقى يختار الناس اللي عندها خبره في المواضيع دي ويحط كل واحد عنده خبره رئيس لفريق بحثي، واخد بال حضرتك؟ وطبعا يعني احنا عندنا جامعه كفر الشيخ برضو، انا عاوز برضو يعني انوه ان جامعتنا الحمد لله خدت احسن جامعه على مستوى الجامعات في المسابقه اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، احنا خدنا افضل جامعه، ولسه يعني من يومين استلم الدكتور ماجد درع السيد الرئيس لجامعه كفر الشيخ، يعني لانها طلعت الاولى على مستوى الجامعات المصريه. ودي ليه بقى؟ لانه بشجع البحث العلمي، واخد بال حضرتك؟ اصبحت عندنا كميه ابحاث، يعني بننشر عدد كبير جدا من الابحاث الدوليه والابحاث التطبيقيه كمان، اصبح عندنا مركز للنانو تكنولوجي، اصبح عندنا بقى الفريق اللي هو الجيولوجيا التطبيقيه دي حضرتك، بنشتغل بقى حاليا في الابحاث التطبيقيه اللي ترجع على الايه؟ على المجتمع على طول، يعني دايما زي ايه؟ يعني احنا خلاص بنختم في عايزين حضرتك رئيس الفريق البحثي. احنا دلوقتي حضرتك ابتدينا دلوقتي نشتغل في الرمال السوداء على اساس ان ده حاجه تطبيقيه وحاجه خاصه بكفر الشيخ لانها موجوده في كفر الشيخ. وبرضك اصبحنا بنشتغل على استكشاف خامات للحديد، لان احنا في يوم من الايام الحديد اللي عندنا في الواحات البحريه هيخلص، فلازم يبقى في مصادر بديله. فابتدينا في دلوقتي ابحاث وفي شغل على استكشاف خامات للحديد جديده، سواء كان في حاجه اسمها السربنتين عندنا، او سواء كان في حاجه اسمها الباند ايرون فورميشن في الصخور اسمها الميتا سيدمنت. ابتدينا بقى نعمل الفريق البحثي يتجه ناحيه هذا الموضوع. فاصل ونرجع يعني في النهايه كده نتكلم على جائزه. احنا اتكلمنا على جائزه الدوله التشجيعيه، لكن في يعني جائزه ولسه دكتور محمد بيتكلم على جامعه كفر الشيخ، لما يحصل على جائزه من الجامعه 7 سنين متتاليه يعني يبقى اكيد هو بيقدم شيء محترم للجامعه، احنا لازم نعرفه. بس بعد الفاصل مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا، نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا، بالحب وبالإرادة الصح هيبقى عادة، والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدي. Yeah.
وتستمر الرحلة، رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الوطن. علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة. جايزة 7 سنين متتالية من جامعة كفر الشيخ، أكيد جايزة محترمة، وكمان نشر علمي دولي. طبعا أنا بشكر الأستاذ الدكتور ماجد القمر على تشجيعه للبحث العلمي، وبالتالي في جايزة، وجايزة مالية كبيرة يعني، وبتكون قيمة، فطبعا ديت تشجيع لنا، وبالتالي معظمنا بيتنافس بقى في أن ينشر أبحاث في مجلات عالية جدا، وتكون الأبحاث أبحاث تطبيقية، وبالتالي كانت معظمها الحمد لله عن أبحاث تطبيقية في استكشاف الخامات المهمة جدا في جنوب الصحراء الشرقية. بس آخر بقى كلمة عاوز أقولها، أن إحنا عاوزين نهتم جدا جدا بجنوب مصر، اللي هو المثلث اللي هو من أول الحلايب حضرتك وأبو رماد وشلاتين، لأن ديت منطقة يعني رهيبة جدا، خطيرة جدا، منطقة ممكن نعمل في شلاتين، نخلي شلاتين مدينة صناعية زراعية، نعمل فيها أكبر مصنع للأسماك، ممكن نعمل فيها أكبر مصنع للحوم، ممكن نزرع فيها ملايين من الأفدنة عن طريق مية السيول اللي بتنزل وبتهدر في البحر. لو احنا عملنا بحيرة صناعية ممكن نزرع آلاف أو ملايين من الأفدنة هناك، وبالتالي مدينة شلاتين وحلايب ياريت الإعلام يهتم بيها ويبقى فيها يعني نوع من الاهتمام أكتر من كده إن شاء الله. دكتور محمد خضر بنشكرك جدا على مشوارك البحثي الرائع. أعزائي المشاهدين بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم علماء من بلدي.